احد الطلبات الغريبه اللي تجينا اللي هي الكبسه مال الخزان الغربي الدفن، تجينا مطلوبه انه يكون طلاءها ذهب، وفي بعض الاحيان تكون ذهب خالص كامل عيار 21، يكون سعرها حوالي 2000 دولار، واما البس طلاء لا يكون سعرها اقل. واكو كبسات تجينا يكون حساس، اكو زباين يجون اوردرهم يكون الكبسه تكون حساس للخزان، بتكون سعرها 1700 دولار، اي ما يعادل تقريبا مليونين ونص بالعراقي. احد الزبائن طلب من عندنا لوحه فيرزاجي ايطاليه من السيراميك مصنوعه، كان سعرها 10000 دولار، ما يعادل 13 مليون و500 تقريبا. في بعض الاحيان مثلا اكو ماركات ستانلس ستيل تجي من الشركه، ما تجي بها نظام طلاء، فنضطر انه نطليها هنا يم الصياغ، اما بالكاظميه او بالمنصور، عندنا صياغ نتعامل وياهم بعض الاحيان شارع النهر حسب الطلب مال الزبون، وتكون مبالغها طبعا عالية. بعض الأحيان عندنا اكسسوارات مال حمام، سلة نفايات أو فرشة تواليت أو حمالة صابون، فتكون مطلية ذهب بس طلاء. الطلاء تكون أسعارها يعني مو كلش مبالغ به، بس اللي ذهب ذهب لا أسعار ذهب يعني بعد 10 59 شارع حمام.